وفي واشنطن أيضا وقعت اليوم مذكرة تفاهم بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجمعية الخيرية الأمريكية من أجل فلسطين لمساعدة الشعب الفلسطيني في المجالين الصحي والتربوي من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص. تقرير ميشيل غندور. بعد 6 سنوات من الإعداد انطلق اليوم في واشنطن عمل الجمعية الخيرية الأمريكية من أجل فلسطين بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. إنه برنامج تاريخي مبتكر ويركز على التربية والصحة للشعب الفلسطيني من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي آلية جديدة تمكن كل الخبراء في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والحكومة من الانخراط في التركيز على الوصول إلى نتائج حقيقية. مذكرة تفاهم وقعت في هذا الصدد بين رئيس الجمعية زياد عسلي ومسؤول قسم الشرق الأوسط في الوكالة جورج لوداتو. الهدف هو طبعا هو تطمين المتبرعين في أمريكا وغير أمريكا أن أموالهم سوف تذهب إلى مصادر شرعية وحقيقية ولن تسبب لهم أي نوع من المشاكل مع السلطات سواء في أمريكا أو في فلسطين أو غير فلسطين، وهذا شيء مهم لأن حصل نوع من الضغط على المتبرعين في أمريكا على الأقل لعدة سنوات، وأعتقد أن حللنا هذه المشكلة. نأمل أن تساهم الشراكة وعمل الجمعية الخيرية من أجل فلسطين في تأمين المال للنشاطات الصحية والتعليمية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب الفلسطيني، ونتوقع أن يتم ذلك بالتنسيق مع البرامج التي تشرف عليها السلطة الفلسطينية. المؤسسات التربوية والصحية الخاصة في أمريكا ستلعب مستقبلا دورا فاعلا في مساعدة الفلسطينيين على التعلم وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في الأراضي الفلسطينية.